الخير لكل المشاهدين. اليوم ونهار السبت 3 تشرين 2 نوفمبر 2012، عالم صباح جديد واكيد فقرات جديده اليوم رفقتنا معكم بعالم الصباح. البدايه اليوم كنت بدي اقول شغله، انه دائما بنقول انه لبنان عليه عين كثير كبيره، ودائما بنقول انه لبنان قد ما جربنا نحميه قد ما جربنا نبعده عن كل العيون اللي دائما بتكون موجهه نحوه، يعني كثير اوقات للاسف بتكون بالشر، بنقول اوقات يمكن ما قادرين قدر المستطاع نحميه ونبعده عن كل هالامور السيئه اللي بتكون موجوده حواليه. بنقول الحمد لله الله حاميه، الله حاميه من العيون، الله حاميه لحد اليوم تقريبا من الامور الكثير اللي عم بتصير حواليه، ان كان بالنسبه للربيع العربي، ان كان بالنسبه للامور الكثير اللي عم تحاول قدر المستطاع تراجع لايام سوداء مرق فيها من سنوات طويله، وبنرجع بنقول لا، بيرجع بيوقف على اجري لبنان. هالمره لبنان عم بيتم محاربته كمان سياحيا، لانه بنعرف انه هي الوجهه الاولى للبنان بتكون بالعاده هو قطاعه السياحي والخدماتي. بدي ضلني اقول انه قد ما قريته وقد ما سمعته وقد ما شفته انه عم بيكون في مشاكل عديده بقطاع السياحه، المطاعم وايضا الفنادق، عم بيقولوا اقفال لفنادق ومطاعم، هذا الشيء اكيد عم بيصير بكثير من الاوقات، لانه بنعرف انه في ازمات اقتصاديه وسياحيه عم تمرق على البلد، انما ما تصدقوا كل شيء بتسمعوه، ما تتاخذوا بالاعلانات، ما تتاخذوا بالاشاعات، ما تتاخذوا بالاوهام، في كثير اشخاص بحبوا يجروا لبنان لهذا الموضوع لحتى يخلوا ما حدا يجي على لبنان، بس صدقوني بعده مقصد لكثير من الاشخاص، ان كانوا لبنانيين مقيمين بالخارج، ان كانوا اشقاء العرب، وان كانوا ايضا اجانب حابين يجوا يكتشفوا هالبلد وسحر هالبلد اللي موجود فيه، فحابين اكيد يجوا يتعرفوا عليه اكثر واكثر. اكيد انا بدي بلش عالم الصباح كمان نقول صباح الخير للشيف فيصل. صباح الخير. صباح الخير غيدا. كمان كنا عم نحكي انا وياك قبل الهواء انه الحمد لله صحيح في مشاكل بقطاع الفنادق، بس اكيد لانه كمان حضرتك تشتغل بهالقطاع، بس بعده واقف على اجريه لانه لبنان معروف بهيدا الموضوع. صحيح، نحن باوتيل لوجراي ما نزلنا عن ال 50% اوكيوبانسي، المطاعم عندنا شغاله اف ام بي. كمان انا بقول للجميع ما يصدقوا هالدعايات عم تطلع عن الاوتيلات، كل الاوتيلات عم تشتغل بلبنان وفينا نستقبل كل السياح بلبنان. اكيد وسهلا فيك. اكيد اكيد نحن رح نتابع معك اكيد. شايف انا اليوم هيك حسيت شو عم بيقول كل اللي بقلبي، هيك واحد دائما بيقول اشياء بتطلع معه وليدة اللحظه، وهذا الشيء عن جد كان مضايقني لانه بنقهر لما بسمع اشاعات بس بتكون مغرضه فعلا لحتى تاذي هالبلد اللي هو لبنان. رح نقول لكم كمان انه فيكم دائما تبعتوا لنا عبر السوشيال ميديا او تفتحوا صفحه البيج تبعتنا على الفيسبوك اللي هي عالم الصباح، واكيد تقدروا تتواصلوا معنا. بالاضافه لهذا الشيء فيكم تفوتوا على تويتر على عالم الصباح، كمان فيكم تبعتوا لنا ايميلز دائما بشكل مستمر على عالم الصباح @future.com.lb 2A بالاول، وكل فقره دائما بنقول انه عندها هي الايميل الخاص تبعها. قبل ما نبدا فقراتنا اليوم معكم بعالم الصباح كنت حابه اوجه تحيه كثير كبيره من قلبي، من قلب كل اسره عالم الصباح، نحن دائما بنقول نحن مش فريق عمل، نحن اسره، نحن عائله، عائله ثانيه، لشخص كثير عزيز على قلوبنا جميعا، راح يغادرنا للاسف وراح يسافر الى قطر، هي راح تكون محظوظه كثير انه تستقبله هنيك، نحن راح نفقده بس اكيد راح يضل يزورنا ويطلع علينا كل ما بيجي، هو ما كان بس حبيب قلبنا، كان حبيب كل شخص فينا، انا بعرف انه بنتي حتى بتحبه كثير وراح تفقد له كثير. فراس نعمان المنتج بعالم الصباح اللي صار له سنين معنا، يعني من اكثر من 20 سنه مع تاسيس تلفزيون مصابه، راح يغادرنا الاسبوع المقبل الى قطر، بتمنى لك كل التوفيق، ابعث لك قبولات كثيره، قول اكيد لكمان لدانيا ولعائلتك انه هن اكيد راح يفقدوا هالشخص بالعائله بس راح تضل موجود معهم. انا بحبك كثير فراس وكلنا كمان بنقول لك الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك قريبا. والبدايه مع البريفيو. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. تخيلوا عالم الغد وغرزوا شجرة مقابل كل كتاب بالحلو بلبنان. بآي نو مع عامر منتعرف على الماك بوك برو وآخر أخبار التكنولوجيا مع ضيوفه. عطريقك وضيفنا بطل لبنان بالدراجات الهوائية من شركة بايك جينيريشن. ما بدها هالقد لما نعرف أكثر عن البراندنج الشخصي والمهني مع ميلاد. بادي جاني وترو سيراميك برو هن الأغراض اللي حتعرفنا عليهم ندى بتي في شوبينج. ضيوفنا من بنك لبنان والمهجر بيخبرونا أكثر عن مشاريع بلام شباب، ورشة ملح على الوايت تشيز موس مع الشيف فيصل. الأبراج مع كارمن وأكيد أبراجكم 12. صباحكم بالخير. اليوم السبت 3 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان، يومين ورا بعضهم القمر مرافقنا برج السرطان، اجواء كثير حلوه مفروض ترافق الابراج المائيه. موالي برج السرطان العقرب والحوت، والسبب لانه في مثلث فلكي مائي بين القمر والشمس. كيف راح بتكون ابراجنا اليوم؟ كيف راح بتكون كل الابراج؟ البدايه مع برج الحمل.
مولود برج الحمل، الجو اليوم بيحملك لأمور عائلية. اليوم مولود برج الحمل مشغول باله، كأنه قاعد بالمكتب لكن عقله على بيته، عائله على عيلته، على شؤونه الخاصة. في بعض المزاجية اليوم عند مولود برج الحمل ويمكن معه حق. طول بالك على حالك وأيضا انتبه على صحتك. وبعتبر المولود الأنشط اليوم هو مولود 11 و12 نيسان أبريل. منكمل أبراجنا ومننتقل لبرج الثاني يلي هو برج الثور. اليوم مولود برج الثور بيرتاح شوي، بيستأنس نتفي بوجود القمر ببرج السرطان، نوعا ما في حلحلة لبعض الأمور، نوعا ما بيقدر يحكي ويعبر عن رأيه، بيطلع من خجله، بيطلع من حالة الركود. بيحكي اليوم مولود برج الثور وبيقدر يتقدم، ما رح تفتقد اليوم لا للكلمة ولا للفصاحة، لذلك ما تخاف من مواعيدك وما تخاف من امتحاناتك. وبعتبر الأكثر تعبا اليوم بيبقى مولود 24 و25 نيسان أبريل. منكمل أبراجنا ومتقل للبرج الثالث برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم الجو عنده بعتبره جيد، منه عاطل أبدا، لكن في شؤون وبحث بمسائل مالية بتخليك تعتلهم، بتخليك نوعا ما تبلش تدور عن مصادر أو يمكن عن مسألة تقدر تساعدك بحل أو بحل حالة مسألة مالية، فاتورة أو دين أو قرض معين. الجو اليوم يمكن أيضا يحمل لك بعض المصاريف الطبية. وبعتبر المولود الأكثر حظا من غيره 6-7 حزيران يونيو، وانتبهوا من بعض المعاكسات مواليد 14 و15 حزيران يونيو. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج الرابع يلي هو برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الجو اليوم عندك مشجع جدا، القمر ببرجك نشيط سريع متفائل، الحياة عم بتساعدك، بتركض ركض اليوم الأمور، ما في شيء تقريبا بيوقف، بالعكس تماما بين اليوم وبكرة في سيسرة لأمورك وفي أجواء حلوة بتساعدك. خبر جديد، طل جديدة، مرحلة جديدة، قرار أنت بتاخده بيتيسر بوجهك. وبعتبر المواليد الأكثر حظا اليوم 23-24 حزيران يونيو، ودي ضيف عليهم 4 و5 تموز يوليو. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج الخامس اللي هو برج الأسد. هدوء، ركود، تأخير في بعض المعاملات، تأخير في بعض الأجوبة، تقريبا ما في شيء بيمشي بالسرعة اللي أنت بدك إياه. طول بالك، أنا بعتبر اليوم وبكرة يومين ضعاف ما المفروض تجازف فيهم، بالعكس تماما سلطة كتير فاضية ويمكن حتى تخيب أمالك. انتبه أغراضك ما يضيعوا، انتبه حجوزاتك وانتبه على معنوياتك. وبعتبر الأكثر تعبا اليوم هو مولود تموز يوليو. منتابع الأبراج ومننتقل للبرج السادس يلي هو برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بعتبر نهاره اليوم حلو، أريح من اليومين اللي مرقوا، في أمور مسهلة، في تقدم، في حلحلة للأمور، في أشخاص، أصدقاء، في غرباء بيساعدوك. نهار جيد جدا لحتى تشتغل وتركز على شعبيتك ولحتى تحسن أمورك. إذا بدك مساعدة من حدا فيك تطلبها اليوم. وبعتبر الأكثر نشاطا 27 و28 آب أغسطس. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج السابع يلي هو برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان اليوم نهارك متقلب، اليوم نهارك نوعا ما بيحمل ضغوط، بيحمل مسائل مهمة، يمكن شغلة وحدة بتشغلك كل النهار أو بتخليك أعصابك كل النهار وبتعمل فرق. ضروري تعطي أفضل شيء عندك وتاخذ نتيجة منيحة وأيضا تعطي نتيجة منيحة. بعد عن المشاكل مع أصحاب النفوذ، إن كان مع البوس عندك بالشغل أو حتى مع أهلك. وبعتبر المولود الأكثر حظا نسبيا هو مولود 10 أكتوبر تشرين الأول. منكمل أبراجنا ومننتقل للبرج الثامن يلي هو برج العقرب. حلو كتير نهار ومولود برج العقرب، على اساس انه اليوم في مثلث فلكي مائي بين القمر والشمس، ما حدا قدك. اول شيء الشمس ببرجك، صفحه جديده، طاقه كتير قويه بتناسبك، القمر ببرج صديق لك برج السرطان، يعني اليوم ما في حدا انشط منك او اقوى منك. انتبه ما تاخذ الناس معك بالطوفي، طول بالك على غيرك لانه الحظوظ لجنبك وما في ضروره لا تحتد ولا تعصب. اذا كل شيء بتقدر تحصل عليه اليوم وبعتبره من اكثر الايام حظا. وبالتالي حاول تحسن أوضاعك التعبانة والتعيسة 26-27 أكتوبر. منكمل أبراجنا وننتقل للبرج التاسع يلي هو برج القوس.
بالنسبة لبرج القوس الجو عنده بده تدبير للأمور من بعد ما مرقت عليك عاصفة اليومين الماضيين. اليوم مولود برج القوس مطلوب منه يعجل يشوف كيف بده يصحح الأمور يردها لمجراها الطبيعي. الجو اليوم عند مولود برج القوس أفضل شوي من امبارح أو الامبارح اللي كانوا تعيسين، لكن اليوم ما معناتها أنه الأمور منها لحالة رح تصطلح، بالعكس تماما بدك تشتغل أنت لحتى أمورك تمشي. انتبه على أوراق استشفائية، انتبه على أوراق مصرفية، وبعتبر الأكثر عرضة للتحديات والاستفزازات هو 12 و13 ديسمبر كانون الأول. بنكمل أبراجنا بننتقل للبرج العاشر معنا يلي هو برج الجدي. مولود برج الجدي ما بيناسبه الجو لما القمر بيكون ببرج السرطان، يعني لا اليوم ولا بكرة. الجو بيحمل لك معاكسة، بيحمل عراقيل، وكأنه في شخص عم بيجرب يعرقل لك دربك، عم بيحط العصي بالدواليب. أيضا في نرفزة، أيضا في تعصيب، ويمكن الأمور تكون متوترة. في عندك طاقة كتير كبيرة، فحاول أنه تاخذ الأمور على الهدى وتكون أنت منضبط. بعد عن المشاكل بقدر المستطاع، وإذا كان عندك اجتماع حاول أنك تخلص الاجتماع بكل هدوء وانضباط. وبعتبر الأنشط اليوم هو مولود 26 27 و28 ديسمبر كانون الأول. بنكمل أبراجنا بنوصل للبرج رقم 11 يلي هو برج الدلو. مولود برج الدلو شغل كثير بانتظارك اليوم، من الايام اللي بتحمل انشغالات كثيره وعديده وضغوط ومسؤوليات. مطلوب من مولود برج الدلو اليوم يكون قد حاله، يكون شجاع، يكون شاطر، الارتجاليه ممنوعه، بدك تركض لحتى تلحق، فنصيحه ما تنتهي من اول الصبح، ويمكن يكون في مساله صحيه بانتظارك. بعتبر الانشط بيبقى 4 و5 شباط فبراير. منتابع أبراجنا بنوصل للبرج الأخير معنا يلي هو برج الحوت. اليوم مولود برج الحوت أجواءه جيدة وحلوة جدا، في تقدم، في إيجابيات، في نجاح، وأيضا في حظوظ حلوة كتير. بتفرح، بتنبسط، عندك حلين، يا أما ما بتعمل شيء لأنك مبسوط ومرتاح ومكيف، يا أما بتعجل وبتقوم وبتاخذ بإيدك كل شيء صعب بتقوم وبتحله. اليوم الحظوظ بتحمل لك نجاحات وإنجازات. وبيبقى المولود الأكثر حظا اليوم هو 22 ل 24 شباط فبراير. بالنسبة لمولود اليوم بانتظاره مولود اليوم نجاحات كثيرة ومهمة، هيدي السنة من أهم السنين الحالية، أجواء حلوة بترافقك، يمكن تحمل لك هالسنة سفر، دراسات عليا، ويمكن تحمل لك حتى تغيير في مجال اهتمامات شخصية بالنسبة لك. نوفمبر تشرين الثاني، أدار مارس وتموز يوليو هني أفضل الأشهر. هيدي كانت الأبراج لليوم، أتمنى لكم نهار كثير حلو، إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة، باي باي. شكرا كارمن، اكيد متابعين معكم بمحطاتنا، بعد دقايق بيكون معنا محطة الحلو بلبنان، خليكن معنا.